الحوار يتواصل، ولكن بتنضم إلينا مباشرة من محافظة بورسعيد الزميلة أسماء حسن. أسماء، تحياتي، الصورة لديك في بورسعيد. تحية لك في البداية فوزي، تحية للسادة المشاهدين ولكل الضيوف الكرام في الاستوديو. بالفعل بعد فترة الاستراحة التي استغرقت ساعة انتظمت عملية التصويت في اللجان المختلفة في محافظة بورسعيد، وبدأ الناخبون يتوافدون بشكل أكبر قليلا مقارنة بالساعات الأولى من صباح اليوم في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ لجولة الإعادة. أيضا بعض ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب ينتشرون في بعض اللجان لمتابعة العملية الانتخابية ويتحدثون مع الناخبين في حالة إذا كانت هناك عقبات أمامهم أو واجهتهم أي عقبات للإدلاء بأصواتهم. أيضا المحافظة من خلال غرفة العمليات المركزية التي شكلتها أكدت أن اليوم الثاني لم تتلقى أي شكاوى من قبل اللجان المختلفة أو حتى من قبل الناخبين، وسارت العملية الانتخابية حتى هذه اللحظة بشكل جيد. وأكد لك أن قوات التأمين المنتشرة سواء الارتكازات الأمنية من خارج اللجان أو حتى داخل اللجان، رجال الشرطة يساعدون الناخبين وخاصة كبار السن وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة في الوصول للجان للإدلاء بأصواتهم. الكل هنا يلتزم بالإجراءات الاحترازية سواء رئيس اللجنة والمشرف القاضي على اللجنة الفرعية، وكذلك أعضاء اللجنة يلتزمون بارتداء الكمامات حفاظا على السلامة العامة، وكذلك الناخبون يلتزمون بارتداء الكمامات. لمزيد من المتابعة تنضم إلينا بعض المواطنات من محافظة بورسعيد والتي حرصت على الإدلاء بصوتها. دكتور أماني عبد الله، أهلا بك معنا على شاشتي. أهلا بحضرتك. كنا عايزين نعرف من حضرتك يا فندم، لماذا حرصت على المشاركة في اليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ؟ الحقيقة ده حق دستوري لكل مواطن ان هو لازم يشارك في الانتخابات، لان مش معقول يبقى الدولة بتعمل كل التنظيم ده وكل الـ يعني كل اللي حاصل دوت، وبعدين احنا يعني بتقول لنا تعالوا شاركوا في الانتخاب، لازم تقول رايك ولازم تقول ده حقك الدستوري اللي بيكفله لك القانون. فلازم ان انت يعني انا بدعو كل المواطنين ان هم ينزلوا ويقولوا رايهم وده حقهم الدستوري، لان احنا مع قاطره التنميه اللي بيقودها السيد الرئيس. يعني احنا بنشكره طبعا على التنميه اللي هو بيعملها، وربنا يوفقك ويعينك يا ريس على كل اللي بتبذله من اجل مصر ومن اجل المصريين. واحنا برضو يعني بنشكر منظومة التأمين الصحي اللي هي يعني طبعا هي جديدة في بورسعيد، ولازم تكون ايه يعني احنا بنحافظ على بقدر الامكان على حق المواطنين وحق المنتفعين، وفي خط لشكاوى لأي شكوى موجودة، وده حقهم ان علينا ان لازم ياخدوا الخدمة كاملة. وبرضو احنا كمان لازم كمشتركين فيها او كمتعاقدين ناخد برضو حقنا، لان احنا الحقيقة عندنا في تأخير شوية في الرواتب شهر 7 وشهر 8. بالتأكيد يا فندم، منظومة التأمين الصحي الشامل من ضمن المشروعات التي قامت بها الدولة وفي محافظة بورسعيد، سواء التحول الرقمي او الطرق والاسكان وكثير من المشروعات التي شهدتها محافظة بورسعيد. ولكن دعيني اسألك سؤال، هل واجهتك بعض العقبات أثناء الإدلاء بصوتك في اليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ؟ لا الحقيقة ما فيش عقبات، واللجان سهلة وميسرة، وبندعو كل الناس إنها تيجي وتقول رأيها في الانتخابات. ويعني احنا برضو عاوزين يعني حقنا الدستوري والقانوني في يعني كل الناس اللي هي يعني مشتركه في موضوع البطائق الاستراديه ان هي ترجع لهم، لان طبعا هم مسؤولين ويعني في ظروف حاليا. شكرا جزيلا لحضرتك، عفوا للمقاطعه. ماشي. بالتأكيد فوزي، أؤكد لك أن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد في محافظة بورسعيد حتى هذه اللحظة. المرأة أيضا حرصت على المشاركة بشكل كبير سواء في قرى الجنوب أو الغرب، وأيضا دشن المجلس القومي للمرأة عدد من الحملات
لتوعية المرأة بضرورة المشاركة وضرورة النزول في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 في جولة الإعادة. إليك مرة أخرى. أشكرك جدا زميلة أسماء حسن، كنت معنا عبر الهواء مباشرة في محافظة بورسعيد.